أنت رجل مصري، وكما أنا فهمت سمعت من أنك من الأزهر، أريد أن أعرف شو كانت القضية، أين وصلت في الدراسة، ما الذي قلب هذا الأمر، هل هذه التجربة التي مررنا بها قبل دقيقة الآن أنه نتكلم عن موضوع ويذهبون إلى علي بن أبي طالب، ليش عندما نتكلم على موضوع فيؤذون بالزهراء عليه السلام، يؤذون بأمير المؤمنين عليه السلام؟ هل أنتم في الوسط السني عندما كنتم تدرسون، هل كانت هنالك يعني خصوصية لأناس معينين دون غيرهم؟ لم لا نسمع على منابركم إنه أهل البيت تركت فيكم كتاب الله وعترتي، مع العلم أن مصر والحق يقال أنها تختلف عن الكثير من المنابر الأخرى في قضية مولد النبي صلى الله عليه وغيره. فأريد أعرف إلى أين وصلت بالعلم، ماذا درست، كيف تريد تقيم التجربة، وما أنت عليه الآن؟ تفضل. بداية السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا انتهيت بالدراسة، تخرجت من كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الزخازيق قسم الحديث. ما شاء الله. الأزهر الشريف. ما شاء الله. 16 سنة دراسة بالأزهر. ما شاء الله. 16 عاما دراسة بجامعة الأزهر بالأزهر الشريف. البداية كانت بالصف الأول من الجامعة تقريبا بال 2007 2008، وكان متوفرة مكتبة الجامعة، يعني كان الظروف فيما تسمح اني اسس مكتبة خاصة بي شخصيا، فكانت متوفرة مكتبة الجامعة كانت متوفرة. لأول مرة صادفني قضية السقيفة، وكان خبر جديد علي جدا في وقتها، مع أني دراستي أصلا دراسة دينية من الصف الأول الابتدائي، دراسة دينية. فشغلني موضوع كيف أن الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغسل لم يكفن وذهبوا للسقيفة، فشغلني الأمر. وكان كنت في وقتها يعني جديد عهد بالدعوة السلفية، بدأ أتعرف على مشايخ الدعوة السلفية المشهورين. كان في دكتور من جامعة الزخازيق كلية الطب، ليس خريج أزهر لكنه عالم سلفي مشهور، كان يدرس مادة التفسير بمسجد أنصار السنة المحمدية بالزخازيق. فكان أول شخص أسأله وأقول له كيف أن الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغسل ولم يكفن وذهبوا للسقيفة، فصدمني بالجواب. ويمكن دي كانت أول صدمة أو أول شيء يخليني أنظر في الأمر بوجهة نظر مختلفة، يلي إن أمر الأمة أهم من أمر تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. بلعت الجواب طبعا، إني ما أستطيع أني أعارض، فطبيعي أني أبلع الجواب بحكم السن صغير المعلومات ضعيفة، فبلعت الجواب. ومع الدراسة في الجامعة بدأت تظهر، يعني إحنا كنا بندرس علم حديث المصطلح، فكان دائما يشغلني موضوع التدليس المدلس، وأن المدلس غالبا ما دام لم يذكر التحديث يقول حدثنا، فتكون الرواية ساقطة، لا قواعد، يعني ما نريد نطول البث بها يعني. فسألت أحد الدكاترة الأساتذة المعروفين جدا في الوسط العلمي، لا أقول في الوسط الإعلامي، في الوسط العلمي، عن هذه المسألة، لماذا لا نعتبر البخاري مدلس، الرجل يعني ينطبق عليه وصف التدليس بكل حذافيره، ينطبق عليه وصف التدليس. فقال لي أن هذا منهج خاص بالبخاري، وحقيقة حجينا لو تتبعنا البخاري هو فعلا منهج التدليس، منهج الرجل التدليس، بإخفاء اسم الصحابي، بإخفاء اسم التابعي، بقص الأحاديث ببترها، رجل مدلس من الدرجة الأولى. وبدأت الصدمات تتوالى، يعني بحكم الدراسة بدأنا ندرس في الحديث الموضوعي، سواء الحديث الموضوعي أو الحديث التحليلي، فكنا ندرس يجي البخاري دائما ألاقي
لما أرجع مثلا لشيخ البخاري، سواء في المصنف لعبد الرزاق، سواء في المصنف لابن أبي شيبة، من يذكر دائما ألاقي فيها بت، ألاقي فيها حذف أجزاء مهمة خصوصا المتعلقة بالأحداث اللي صارت بين الصحابة. فاستحريت خلاص، أنا صارت عقيدة عندي إن الرجل مدلس ما بها مجال للمفاوضة، وانتهى الأمر بقضية فدك عفوا على ومظلومية الفراء، المقاطعة، سلام بس الله عليه. سؤال حاج أبو مالك، بس سؤال، خلي كمل أخونا. هو صحيح البخاري فيه تدليس ولا حدا دلس بقلبه؟ عفوا على المقاطعة. ما يخالف، خلي كمل أخونا، الله يرضى عليك، نسمع لها قصته بعدين. اعتقادي الشخصي أنا إن البخاري لم يكتب هذا الكتاب، لم يكتب هذا الكتاب، لأني تتبعت المخطوطات، وجدت المخطوطة الوحيدة بخط محمد بن يوسف تلميذ البخاري في مكتبة أثينا، وهي نسخة مبيضة تحتوي فقط في حدود 1000 حديث، البخاري به أكثر من 7000 حديث. باقي هذه المخطوطة، باقي الأبواب بها هي مجرد فقط ذكر للباب بدون أي حديث تحته. هذه أقدم مخطوطة للبخاري، مخطوطة محمد بن يوسف، وهو تلميذ البخاري، ليست بخط يد البخاري نفسه. فأنا أعتقد أن الكتاب تعرض لتحريف كبير جدا جدا جدا، ومع ذلك باقي كتب البخاري بها نفس الشيء، بها نفس المنهج اللي هو منهج التدليس. ولست وحيدا في هذا الأمر، فقد اتهمه بعض أهل العلم بالحديث أنه مدلس. لما ظهرت أمامي قضية فدك ومظلومية الزهراء سلام الله عليها، خلاص الأمر صار واضح وضوح الشمس، وما عاد بي مجال الواحد يتراجع. هذا الكلام تقريبا منذ 5 سنوات، وتقريبا البحث استمر من 2007 تقريبا قبل 5 سنوات، والحمد لله رب العالمين. طيب، وبعد ذلك، بعد أن وجدت الحقيقة، وآخر شيء الزهراء عليه السلام هي التي شيعتك؟ أكيد 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 حجينا، الاحتجاج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يعني ما تركت مجال ولا تركت حجة لمحتج. طيب، أنت الآن واصل إلى هذه المرحلة، أنت الآن واصل إلى هذه المرحلة، وما شاء الله اختصاص وعالم بالحديث ومعرف إيش، وصلت إلى هذه المرحلة، ممكن ترجع الآن إلى ما أنت عليه، ولا يقينك يزداد يقينا بعد يوما بعد الآخر؟ ما بيها مجال لحدين، يعني ما يرجعوك الجماعة، ما يرجعوك. لو على رقبة السيف حدين. اللهم ربي يحفظك ويحميك. اللهم صل على، ممكن أقدم مداخلة استدعاء؟ إيه تفضل تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء بقول للأخ أبو مالك، أنا ما أعتقد مثل ما يقول إنه أن البخاري ما كتب الكلام هذا، اللي هو كتب، لكن شوف البخاري وأحمد فيهم حاجتين ما هي كويسة. هذه هي الحاجتين، ولا هم ثقة إلا في حاجتين. أنا ما أدري ليه يسموه أصلا إمام أو شيخ، أو إنه إذا لقي صحابي في ورطة بثر الحديث، إذا لقي اسم معاوية في مكان بثر الحديث، وتلقى نفس السند بالذات أحمد نفس السند يبطرح. هذا مو عالم، أنا اللي أشوف فيه الغلطات زي كده، هذا مو مؤتمن. لا، هو طايل طايل على كلامك، طايل على كلامك. أحمد بن حنبل لما جاءوا إليه وأوردوا أخبار صفين، يقول ادفنوها لا تظهروا أخبار صفين، يعني ما صحيح الكلام اللي تقوله، شيء بي وضوح وشيء يدفنوه أو يعموا عليه. قال فلان حدثني وليم، هذا معالم. خلاص الحين قاعد ناخذ علمنا من المزورين، خلاص حنا قاعد ناخذ علمنا من المزورين. طيب، وبعدين بعطي بس نموذج لأخواني، إذا في أخواني من السنة يسمعون. عن مالك بن نويرة، أول شيء بقول لهم مالك بن نويرة حتى لم يقوم عليه حد البغي، لأن الباغي لازم يكون عنده شوكة يعني يهز بها السلطان. هذه واحدة. مالك بن نويرة والله الرسول على صدقات بني يربوع من تميم، وكان من صالح بني تميم، وكان رجل مشهور في قومه، وله كلمته في قومه. وبعد وفاة الرسول أمسك الصدقات، الناس بعد وفاة الرسول كل الناس حسب علي اللي بيحكم، لقيوا أبو بكر انقلاب والناس على رويتها. المهم أمسك الصدقات وبعدين وزعها على قومه،
وزعها على قوم. ايوه بعدين غزاهم ابو بكر بمين؟ بخالد. انا خالد بن الوليد بعد الكلام هذا في كلام ثاني انا ما اشوفه صحابي خالد بن الوليد. غزاهم خالد بن الوليد، سالهم هل انتم مسلمين؟ قالوا مسلمين، وصلى معاهم وفعل فيهم مثل ما فعل ببني جي زي ما قال الرسول اللهم اني ابرأ من فعل خالد. ايش سوى؟ اخذ منهم اسلحتهم. شوف طايل انا تذكرتني موقف الان وانت على الهواء. انا معلم هذا كتاب مجمع الزوائد، ذكرتني بموقف في مجمع الزوائد اخونا طايل. شوف ماذا يقولون. سأضع الكتاب، سووا ميوت اخواني، سووا ميوت، الله يبارك فيكم، سووا ميوت. طايل انت مسوي اخواني. شوف سيدنا الحبيب ابو باقر، شوفوا اتباع علي بن ابي طالب عليه السلام ماذا يفعلون بهم. شوف هذا مالك بن نويرة فعلوا به هذا الفعل. هذا كتاب مجمع الزوائد اخواني امامكم على الشاشة. صلوا على محمد وآل محمد، سمعونا الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. هذا كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي وايضا المصري المتوفى سنة 700، وهنا اقرب من المجلد التاسع كما تشاهدون. في الحديث رقم 14568 يقول وعن الحسن أخذ الفاسق من؟ الله أكبر. أخذ الفاسق، خليني أضع لكم عليها أصفر، أخذ الفاسق محمد بن أبي بكر أخو عائشة، أخوها أخذ الفاسق محمد ابن أبي بكر في شعب من شعاب مصر فأدخل في جوف حمار فأحرق. هذا ابن علي بن أبي طالب، موالي لعلي بن أبي طالب، وضعوا أخو عائشة ابن أبو بكر، بس لأنه أنت ابن أبو بكر ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن وعد اللامي ابن معروف، اذا ويا علي بن ابي طالب يحرقوك. اخذ الفاسق محمد اخو عائشه، اخذ اخو عائشه الفاسق كما يقول محمد بن ابي بكر فادخل في جوف حمار، يعني وضعوه بجوف الحمار وسووه كباب فاحرق. رواه الطبراني ورجاله ثقات. ليش؟ لأن تربية علي بن أبي طالب، لأنهم أضعف، لأنهم هم الفئة الأضعف صراحة. أنا قاعد أقرأ وتبين والله السنة هم الفئة الأضعف. قوة حية أستاذ وعد. نعم هل خالد تزوج مرأة مالك بن نويرة في نفس اليوم؟ هذا زين، هذا معدو الزواج والله. أبو بكر عدل الكاميرا. نعم كاميرا عندك مشكله بس ثبت. طيب خلي اسال ابو مالك بما انه متشيع من مصر، كنت عايز اساله سؤال. تفضل استاذ ابو مالك، عايز اسالك سؤال. يعني اهلك في مصر هل عرفوا ولا ما عرفتهمش؟ يعني تعاملك كان ازاي مع الاهل والاصحاب؟ حبيبي انا من مكه وقاعد اقول لك تشيع هذا اليومين، ايش لك بهذا؟ تشيع ولا ما تشيع؟ ها الاهل يعني الدرجه الاولى من القرابه يعلمون البث هذا في ناس مهمين يتفرجون عليه يسمعوا صوت، انا باقي لي شويه واتشيع من اللي قاعد اشوفه. يا الله ان شاء الله تزف البشره قريبا. يا الله ادعوا لي اخوي يا طايل. يا الله والله هاي نص بشارة طايل، نص بشارة أخي طايل، خلاص بقى واحد مننا. والله اني سمعت كلام يوم تقول ولد إبراهيم لا يشبه الرسول، هذه زي السم قاعدة في قلبي لها كم يوم، زي السم في قلبي. يا بس انت ما تقول ايش عندك ويا السموم، ذبها وخلاص ما دام اليوم المولد النبوي وفرحنا. طيب الله يحفظكم. طيب خلي اخذ الاخ معاويه عندنا من امريكا، سيدنا اليوم احنا اخرناك، يلا مو مشكله
تفضل يا معاوي. السلام عليكم. هلا هلا بمعاوي. عليكم السلام. الله يحييك استاذ وعد، شلونك؟ حياك الله حياك الله. شنو جوابك على ما ذكرناه؟ تفضل. والله انا ما بجاوب، بس بعطيك تعليق صغير. يعني سيدنا خالد شهد له الروم والفرس برجوليته، يعني موقف واحد بتضيع كل تعبه، سيف الله المسلول اللي سماه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يصير يعني واحد يصير انه يبيح دماء الابرياء. استاذ 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 معاويه، ممكن سؤال؟ تفضل تفضل. طيب، الله يقول: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، صح؟ صحيح. وقال: لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا، صح؟ صحيح. بس مالك بن نويره ارتد على الاسلام، نمت على الزكاه. بس يا حبيبي، بس اجبني. الله يرحم والديك، لو ما ارتد عن الاسلام شنو؟ الذي لا يعطي الزكاه مرتد عن الاسلام، وانا هكذا حكم. فعليه الآن الذي يقتل هذا النفس، هذه النفس، لعد لو كان مرتد ما كان يقولون أعطوا الدية، عمر بن الخطاب وغيره يقول أعطوا الدية، لأنه ما هكذا يفعل بهم، هم أناس مسلمون، مو أنت تحدد أنه هو ارتد أو لم يرتد. الآن أنت تقول: هل يضيع كل عمل خالد بن الوليد بهذا العمل؟ الله يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما يحيي الناس جميعا. وهذا الزنا الذي هو فعله، أنا أول مرة أشوف إنسان مسلم مسلم وصحابي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاش في زمن النبي ورأى رسول الله وشهد الوحي، تدفعه غريزته إلى هذه الدرجة، حتى أنه شنو هالنفس اللي عندك؟ تتوقعون أحبة الأفاضل يقتل هذا الرجل زوج هذه المرأة لأنها جميلة، وينزو على امرأته يزني بها في ليلة في نفس الليلة؟ شنو هذا الإنسان؟ مع العلم أنه فيه كلام أنه وضع رأس زوجها، طب يعني كان وضعه كالوقود. هذا إنسان، هذا لو الآن لو الناس يعني تتكلم بطريقة علمية، هذا مو فقط فيه مرض نفسي، فيه أمراض نفسية كثيرة، متوحش بمرض نفسي يعني، وإلا الإسلام ما أتى بهذه الطريقة. شنو أنه أنتم الآن حضرتك تقول: والله أنا أترك كل أعماله وأجي أتصرف؟ يعني الآن لو قتل إنسان، قتل إنسانا واحدا، قتل لا يعاقب عليه بالإعدام مثلا، أو أنه ما يدخله النار؟ شنو الكلام هذا عزيز؟ طيب أوقف لحظة، لحظة معاوية معاوية أستاذ معاوية، إذا ممكن بس خلي أخذ الفاروق، أخذ الفاروق وأرجع لك. فضل أخونا الفاروق. فاروق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مية هل. أول شيء